رفع رئيس أعضاء المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية أسمى آيات الشكر والعرفان إلى مقام جلالة ملك البلاد المعظم على الثقة الملكية الغالية التي منحها جلالته إياهم بالتجديد لهم، معاهدين الله تعالى ومعاهدين جلالته على بذل الجهد في خدمة الدين الحنيف والوطن العزيز. نعم، كما رفع المجلس أسميات التهاني والتبريكات إلى سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وإلى أعضاء مجلس الوزراء بهذه المناسبة، ولدى رئاسة معالي الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن راشد الخليفة رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية الجلسة الاعتيادية للمجلس بعد إعادة تشكيله، ألقى معاليه كلمة أكد فيها أن المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية يضع نصب عينيه تحقيق تطلعات جلالة الملك المعظم في ميدان خدمة الدين والوطن والقيم والأخلاق. أعرب معاليه تطلعاته إلى مواصلة العطاء والبناء على ما أنجزه المجلس في دوراته السابقة من عمل مخلص ودؤوب بجهود أصحاب الفضيلة الأعضاء، وأوضح معاليه في كلمته حرص المجلس على المضي قدما لأداء رسالته وتحقيق أهدافه السامية بتكريس مفهومات الوحدة الإسلامية وترسيخها والمحافظة على القيم والتقاليد الإسلامية السمحة ودعم أسس السلام والمحبة والتعاون بين الحضارات والأديان. أشاد المجلس في هذا السياق بالجهود الدؤوبة والمخلصة التي يطلع بها سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في خدمة مملكة البحرين وتعزيز نهضتها التنموية في كافة المجالات. أعرب المجلس عن ثقته الكبيرة في قدرة الكوادر الوطنية المخلصة بقيادة سموه على حمل المسؤولية لمواصلة العمل الحكومي وتطوير مخرجاته وفق أهداف المسيرة التنموية الشاملة التي أرسى دعائمها جلالة ملك البلاد المعظم.